السكان قفزوا من الدور الرابع. تفاصيل اشتعال النيران في شقة الهرم. خبر بيقول قفز 4 أشخاص من الطابق الرابع بمنطقة مساكن الجبل بمحافظة الجيزة هروبا من النيران اللي اشتعلت بعد ما أعد لهم أهالي المنطقة مراتب عشان يقفزوا عليها، مما أسفر عن إصابتهم بكسور متفرقة في الجسم. كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية بمساكن الجبل في الهرم. انتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة. تم نقل المصابين بسبب الإسعاف لمستشفى تلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة واقتربت النيابة المباشرة التحقيقات.